اليوم بدي أجرب حليبنا الكريم تشيز، بس الغطاية الذهبية هي على طعم تشدر، بظن إنها رح تكون كتير أزكى من الزرقاء. الحقيقة إنه دقتها، يعني دقت السكينة صراحة، دقت الجبنة لحال بدون خبزة كتير أطيب من الزرقاء، وأكيد أكيد رح أعتمدها لأنه سعرها جدا جدا معقول بالمقارنة مع الأنواع التانية الموجودة بالسوق. كمان اليوم حابة أجرب هاي الجبنة من حليبنا، منتجاتهم هلأ جديدة عم بطرحوا كتير أشياء على السوق. هذه للبرجر، في منها أظني كمان للسندويشات، فخلينا نجربها. سعرها 45 قرش لثمان شرائح. أنا صراحة مش جوعانة كتير، بس حطيت واحدة بخبزة صغيرة هيك قسمتها على إيدي، بس شايفين بتدوب، الذوبان تبعها ممتاز. في أنواع ما بتدوب غليظة كتير، طبعا قسمت منها، اكلتها ساده هيك بدون تسيح، طيبه صراحه، وطعمه الشدر فيها واضحه، يعني كتير لطيفه بتكون للبرجر. دفنتلي ممتازه، دفنتلي بشتريها مره ثانيه اكيد اكيد. قلت اجرب معاكم هذا البسكوت اللي جبته، الخمسه كانوا بدينار صراحه، يعني كيف بدي احكي، هو المفروض على طعمه على تيراميسو زي ما انتم شايفين، مش بطال، بس مش أزكى بسكوت قهوة أبدا، يعني مش زي مثلا بسكوت كوفي جوي. لطيف، والكمية اللي فيه منيحة، يعني جوات العلبة فيه يعني كمية كويسة. إذا الواحد بده يستعمله مثلا كزينة، مثلا ممكن يحط هيك بكاسة حلو أو إشي زي هيك لذيذ يعني، بس بشتري مرة تانية للأكل العادي بصراحة مش ماي فيفورت، مش أكتر إشي حبيته بالسوق، بس هو مش بطال. مين فيكم من عشاق الكناري؟ انا شخصيا كتير بحبه، مرق فترة عليه صراحة كان مو زاكي، بعدين رجع كان يعني صار كويس، مش عارفة هو الخلطة هو شو ما بعرف. المهم هو من الويفر اللذيذ، وطبعا محلي، والواحد دايما لازم يحاول يشجع الصناعات المحلية. منزلين هلأ، او على الاقل انا هلأ شفت في حشوة فراولة، وانا بحب الفراولة، فخليني اجربه واقولكم شو رأيي. صراحة كتير زاكي، يعني دفنتلي بشتري مرة تانية. طيب طيب، وأحكي عن رأيي بهذا المايونيز، هلأ فتحته رائع، قليل عليه صراحة، قليلة تلاقوا مايونيز بتحسوا إنه بنفع لحاله دريسنج، يعني ذكرني طعمه بالضبط بطعم سلطة اللي هي السلطة الروسية اللي فيها البطاطا والجزر والبازيلا، يعني بدون اي اضافات، مثل ما هو ينحط على البطاطا. انا بالعاده بضيف بعض الاشياء لانه بحس انه طعمه المايونيز لحاله هيك مش ضابطه معي، هذا حسيته بيرفكت لحاله، واللي هي هيك اصولها انها مايونيز لحاله. لونه فعليا اغمق من لون المايونيز اللي متواجد بالاسواق بسعر اقل، لونه تقريبا زي لون مايونيز تبع امريكان جاردن، وانا صراحه اشتريته اونلاين، ما اشتريته من السوبر ماركت، فانا ما شفت لونه، يعني لونه مش مبين عندي كان على الابلكيشن، لكن لو كنت في السوبر ماركت اكيد كنت راح اخده على لونه، لانه المايونيز لما يكون ابيض كتير معناته مش محطوط فيه بيض كامل، بده يكون في اشياء تانية. لكن كل ما كان لونه عصفار اكتر، يعني المايونيز الياباني مثلا هذا اغلى شوي، مش كتير متوفر عنا الا بمحلات معينة، هو شوية كمان زنخ بس لأنه معمول بصفار البيض، فبتلاقوا لونه أغمق، فأغمق حتى من هذا يعني. المهم إنه هذا سعره رائع، هلأ بطلع لكم سعره على الشاشة قديش مقارنة بأمريكان جاردن، ممتاز، نفس الكواليتي والسعر أقل. فنية عندي إني بدي أجيب كمية، لأنه صار شو صار عم بيصير مع ياسر مول للأسف أحيانا، زي مثلا قبل فترة جربت درة حدائق الإمارات، سعرها 69 قرش، قلت ممتاز الحمد لله لقينا درة كويسة، هلأ ما في منها، فرجعنا ل 79 قرش. لما بتفرق مثلا أنا عندي بالبزنس 10 قروش بالعلبة صح، بس على المدى الطويل عدد أكبر بفرق. فالمهم فيعني رائع جدا، I highly recommend it، يعني إذا بدكم تشتروا مايونيز كويس وأرخص من أمريكان جاردن، فريسكو أوبشن ممتاز. طبعا بعرف انه في مازولا وفي هيك، بس برضه مازولا مش ارخص، هذا ارخص من مازولا. جربت منتج المايونيز من السعودية، صراحة منتجاتهم بشكل عام كويسة، انا بشتري منهم الحليب مرات، صراحة المايونيز يعني كويس، بس بقدرش اقول انه هو منافس لهذا، يعني بالنسبة لي حتى اللون
مختلف، هذا لونه شوي على صفار أكتر، ما يدل على إنه البيض فيه يعني كميته أو إنه هو صح أكتر من هاد. هذا شوي طعمه على حامض أكتر من هاد. فبالسلطات بالسندويشات أنا بفضل هذا لساتني. هذا سعره كتير أقل، يعني بجوز أقل بدينارين من هاد أو دينار، بس صراحة يعني الواحد مرات بده كواليتي، مش مرات، هو بده كواليتي بالذات بالمايونيز. يعني بدي اكل سندويش صح، بدي اكل دريسنج صح. فلساتني a big fan of this من الامريكان جاردن، صراحة بحبه. يعني كويس بس مش يعني مش اشي راح اشتريه مرة تانية، لانه طعمته مش زاكية زي هاد. يعني منيح للناس اللي ما بتفرق معها، اظني هو اوبشن كويس احسن من انواع تانية موجودة بالسوق، لكن بضله هذا رقم واحد بالنسبة لي، كتير بيشبه كرافت البراند. يعني حبيت أجرب نوع تاني من البانكيك سيرب اسمه أمريكان غورمي، نفس حجم اللي بجيبه دائما. أنا بجيب أمريكان جاردن وممتاز كتير. وهلا طبعا اللي بالسوق أكيد مش الميبل سيرب الأصلي، لأنه الميبل سيرب الأصلي يعني أرخص نوع عم بيكون حقه 10 دنانير، بس تبع امريكان جاردن حقه اظني 3 دنانير وشوي، بيطلع لكم هلا على الشاشه. هذا دينارين وشوي، ندمانه اني جبته صراحه. ما له علاقه ابدا بالميبل سيرب، يعني ما له يعني حتى اي نكهه، غير انه هو سائل حلو فقط. يعني حتى فيه شويه حموضه، يعني ما حبيته. ف يعني مش عارفه اذا رح، مش عارفه بايش استخدمه، على الاغلب رح اضيفه كمحلي باشياء يعني، اما للبانكيك ما عجبني ابدا. بدي اجرب اليوم هدول الكاسات جاهزين. سعر الكاسه 19 قرش، هم لطيفين اون ذا جو اذا الواحد رايح رحله مثلا وما بده ياخذ معه كاسات جاهزه. الكاسه بالشاي اللي فيها، جبت منها نوعين، اول واحد بدي اجربه هو شاي الكرك. طبعا اللي عجبني صراحه ان هالكاسه بتيجي الباكيت يعني لحاله، مش انه مفتوح وجوات الكاسة مشان ما يتكبكبش. فهيك حتى الواحد اذا ما بحب كاسات وراءه بحب كاسة ازاز بيقدر ياخد اللي جواته. خلينا نشوف، المهم انه يكون طعمه طيب. الصراحة انه مش بطال ابدا، اكيد بشتري مرة تانية. انا بحب نوع تاني اسمه سنسو، كتير لذيذ، يعني بلاقيه أزكى واحد، وفي منه نكهات بزنجبيل بزعفران. انا بحب بس اللي بالهيل او السادة، هذا فيه شوية هيل يعني، هداك اطيب بس هذا طيب كمان. يعني دفنتلي ممكن اشتريه مره تانية اذا بشوفه في السوبر ماركت، خاصه اذا عملوا عليه بروموشن. سعرها هاي الوحده 19 قرش. حكيت بدي اعطي رايي بهذا المنتج في فيديو سابق. طبعا كل منتجات لويال صراحه ممتازه، بس حكيت عن رأيي بالشمع. يعني زاكي ريحته لذيذة، بس مش يعني لا تقارن زي ما حكينا بريحة الشمع تبع باث اند بادي ووركس. هداك بيعبي الدنيا، بيعبي الدنيا وبيضله ليومين بالبيت. فاللي حابب جد يعني شمع صح، حتى لو غالي شوي، هداك الشمع. المهم فهذا جديد بالنسبة لي، أنا شفته جديد، اللي هو لوتس وكيوكمبر بالآخر، هو دوجلي. ريحته لطيفة بس صراحة تبع الصبار ريحته أحلى وأقوى. هذا يعني لطيف، بس هو دائما الأشياء اللي فيها خيار بتبقى ريحتها هيك منعشة وخفيفة، ما بتكونش كتير قوية، بس تبع الصبار دفنتلي ريحته أقوى وأحلى. هلا أنا مثلا من الناس اللي كتير بحب لما أحب يعني لما ألاقي ريحة حلوة بحبها إني أستعملها بالجلي، لأنه الواحد بتنعنش هيك وبكون مستمتع على الأقل بشم ريحة حلوة بأكتر يمكن، أو من أكتر المهمات المنزلية اللي ما بتخلص. وفي نفس الوقت يعني مرات ناس يعني بتطيقهاش، خاصة في البرد إذا كان المي مش دائما سخنة. فالله يعين الناس اللي ما عندها مي سخنة. الخلاصة اللي بدي أقوله إنه حاولوا إنكم تجيبوا على الأقل سائل جلي يكون لطيف وريحته بالنسبة لكم حلوة، زائد طبعا إنه يكون شغال وممتاز، وهي نوعيته كتير منيحة كبراند كتير كويس. شغلة تانية كمان، أنا من الناس اللي كتير بحب إني ألبق سائل الجلي لونه على المطبخ أو على الديكورات في المطبخ. فمرات الواحد يعني إذا مثلا عنده ديكورات زرقاء حلو إنه يجيب لون أزرق، إذا عنده ديكورات مثلا مختلفة بس ملقاش لون مثلا دواء جلي، عشان بده يكون دائما هذا فوق قاعد على المجلى،
يكون على الأقل بوتل حلوة بتناسب الديكور، فممكن يختار اللون الشفاف تبع الصبار بالبقى كل إشي. يعني هاي طبعا هذا زيادة وفزلكة، بس يعني بس بحكي للناس اللي بتحب هيك هذه اللمسات البسيطة. هدول الشمعات برضو اشتريتهم من ياسر مول المرة الماضية، بحب أجرب دايما شمع جديد خاصة بالشتاء، صراحة بحس إنه كتير بيعطي دفء للبيت وريحة حلوة لما الواحد بيكون حتى مش قادر كتير يفتح الشبابيك يعني فترات طويلة، خلينا نقول زي الصيف. فالمهم جبت 3 أنواع، سعر الوحدة كان دينار و95، فمش بطال أبدا السعر، والعلبة كتير حلوة ومرتبة، والواحد أكيد بيقدر بعد ما يخلص يعني الشمعة يرجع يستعملها. وجبت زي ما انتم شايفين النكهات او خلينا نقول الروائح، كانت في عندكم كازابلانكا ليلي، وفي كمان مهوغني تيكود، وكان في وحده تانية لافندر. الوحيده اللي ولعتها كانت التيكود وريحتها بتجنن، مجرد ما فتحتها زي ما انتم شايفين عملت لها ثامز اب، حسيت ريحتها كتير حلوه، احلى من هدلاك التنتين اللي جبتهم، روائحهم حلوه مش بطاله التانيين، بس هذه احلى. وطبعا موضوع الريحه يعني هو موضوع شخصي، كل واحد شو بحب. هلا ولعتها هاي الشمعة، صراحة ريحتها لطيفة، بس إذا الواحد بيكون قريب عليها يعني ما بتعطي ريحة هيك بتعبي كل المكان مثل تبعون باث اند بودي ووركس. فهدلاكي صراحة بيستاهلوا سعرهم، يعني صح لما يكونوا على السيل بتكون حق الواحدة 12 دينار ونص، بس هي فعليا بتضلها يعني أكبر أو إشي من هادي، مرتبانها أزاز، الواحد بيقدر كتير يعني يستخدمه بأشياء كتيرة بعد ما تخلص، غير إنه يعني ريحتها بتعبي كل البيت وبتضلها لتاني يوم بالبيت. فبشتريهم هدول مرة تانية الحقيقة لأ، يعني ريحتهم لذيذة بس لا يقارن بتبعت باث اند بودي ووركس. وطبعا السعر هو كتير يعني اكبر، يعني زي ما قلت لكم على السيل 12 دينار ونص بيكون حق الوحدة، مرات بتوصل لعشرة، لكن الواحد يعني بتضلها عندكم فترة طويلة والريحة بتستاهل. فيعني الواحد بده يوزنها على ايش هو بحب يصرف فلوسه بالنهاية. اذا بدي اشتري ريحة او سوري شمعة بدينارين وما تعطيني الإفكت اللي بدي إياه، لا بفضل أجيب الغالية أو ما أجيب شمع بالمرة. وخلصت تجربتنا لهذا الشهر، بشوفكم إن شاء الله في الشهر القادم بتجربة تانية، اكتبوا لي شو حابين نجرب، ولا تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، بشوفكم إن شاء الله قريبا، سلام.